السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن بعض الزيارات اللي أنا كنت بعملها وأنا ساكن في الحلمية لقرايبي اللي في أماكن مختلفة، ومنهم طبعا بيت جدتي وبيت جدي، بيت جدتي في اليكنية وبيت جدي في سوق السلاح وبيت خالاتي في زرع النوى. طبعا كانت الخروج من البيت في الحلمية والمشي في الشارع لغاية ما نوصل لشارع محمد علي، وبعدين الدخول على شارع المغربلين، وبعدين خروج من شارع المغربلين على اليكنية، دي كانت بتعتبر بالنسبة لي رحلة كبيرة، اللي هي كانت حوالي 2 كيلو تقريبا بالطريقة دي، لأن بعدي فيها شوارع كتيرة جدا وبمشي على الرصيف وعدي فيها الترماي علشان أخش على اليكنية. من أجمل الأشياء اللي أنا كنت بشوفها في اليكنية بعض العمال وبعض الصناعات اللي كانت موجودة في الوقت ده كلها، خاصة الصناعات اليدوية اللي كانت موجودة في الورش اللي موجودة هناك. ومن أجمل الأشياء اللي أنا ما زلت أتذكرها اللي هو المكواجي أبو رجل. يعني إيه مكواجي أبو رجل؟ يعني إحنا عارفين المكوى بتاعتنا هي صغيرة قد كده، هو ممكن نمسكها في إيدنا عشان نكوي بيها القمصان والبنطلونات. أول مكواجي الرجل ده كانت المكوى بتاعته حوالي طولها يمكن 70 أو 80 سنتي وعرضها يمكن بتاع 40 أو 50 سنتي وليها إيد كبيرة جدا، وكان المكواجي أبو رجل ده بيحط رجليه على المكوى علشان يكوي بيها الجلاليب، يكوي بيها القفطان بتاع المشايخ، يكوي بيها الجبة والكاكولة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فكانت تعتبر من المهن الراقية جدا جدا اللي بتجعل الإنسان يتحكم في رجله عشان يكوي بيها المكوى. طبعا لما بنروح الزكنية وسوق السلاح وزرع النوى والمغربلين إلى آخره إلى آخره، احنا بنشوف أشياء بتدل على ثقافة المجتمع المصري اللي عاش في عصور مختلفة من نوعية المهن ونوعية الكلام ونوعية الترحاب بتاع هؤلاء الناس لأي طفل صغير أو أي شاب صغير. فكنا وإحنا أطفال صغيرين كنا آمنين على أنفسنا إننا نعدي الطرق ونعدي الشوارع ونمشي لغاية ما نوصل هناك، لا في حد بيخطف ولا في حد بيقتل ولا في حد بيعتدي على الأطفال في نفس الوقت. ليه؟ لأن كان ثقافة المجتمع هي المحافظة على الأطفال وعلى أي شخص غريب بيخش عندنا المنطقة وبيخش عندكم المنطقة. أيضا من الحاجات الجميلة اللي أنا كنت شفتها وأنا صغير، كنا لما نمشي في شارع محمد علي بالليل وإحنا طالعين عند ما بين مسجدين، مسجد السلطان حسن على ايدك اليمين ومسجد الرفاعي على ايدك الشمال، وفي اخر الشارع بتاع محمد علي بتكون قلعة صلاح الدين الايوبي رحمة الله عليه. كنا بالليل لما بنمشي في الشارع ده كان طبعا الثورة جابت العواميد الانوار الكبيرة، وكان الليل في الوقت ده كان بيبقى زي النهار لان العواميد دي كانت بتبقى مولعه بالليل. فكنا بنجد كتير جدا من الشباب من منطقه القلعه ومنطقه اللي هو المغربلين والحاجات دي كلها بيجوا بالليل يقعدوا في ايام الصيف ايام المذاكره يذاكروا ويقروا ويسمعوا لبعضهم تحت انوار هذه الاعمده الجميله. كان ده بيبين لنا ان حتى هؤلاء الشباب الصغيرين كانوا مصرين على انهم يحصلوا العلم، وكان في جزء منهم اما ما عندهمش نور في البيت واما البيت بتاعهم كان مكتظ بالاولاد والاخوه الى اخره، وكان بيخرجوا في يقعدوا ما بين السلطان حسن جامع السلطان حسن وجامع الرفاعي يقعدوا يذاكروا لغايه ما شاء الله لهم ان يذكروا. دي بتديك الصورة اللي بتجعل الطفل اللي في مثل سني أنا يكون مصر على النجاح، مصر على النجاح حتى لو ما كانش عنده إمكانيات. أشكركم جميعا لمشاهدة الفيديو وأرجو أن تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.